ومن القيروان إلى زغوان التي تحتفل بدورة الثامنة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية والتي تتواصل حتى موفى هذا الشهر، هي مناسبة هامة ينتظرها الفاعلون في هذا القطاع لترويج منتوجاتهم التقليدية، وخاصة منها تلك التي تحاكي حضارة منطقتهم بعاداتها وتقاليدها. مروى حرفية شابة تخرجت حديثا من معهد الفنون الجميلة بتونس، وهي شابة أرادت أن تدخل مجال الصناعات التقليدية واختارت أن تروج لمنتوجاتها رغم صعوبة ذلك. احنا كحرفيين مشاكل نلقاوها معناها في الترويج نتاع السلعة نتاعنا، معناها جيس نقعد نستناو كاين المعارض، ما عنديش معناها لوكال ولا ما عنديش وين نخدم، معناها مقر نخدم جيست وحدي هكا، معناها فما كيلك كليون يعرفوني. الترويج للصناعات التقليدية وقلة المعارض حسب ما أكده بعض العارضين يعتبر من أبرز المشاكل التي تعترضهم. مشكلة في الترويج، عندنا مشكلة في الترويج سيرتو برا في الـ في الـ في الـ كما نقولوا احنا خارج تونس، فهمت؟ برشا جبل فماش شكون باش يجي يهز لي سلعة من حاجة، يهز لي من هونك ويعديها لي، ما كاش كيما توا هكا معارض نخرجوا فيهم، فما تريف ترويج ماذا بينا تخرج لنا لبرا. مازلنا يعني احنا عندنا قطار نخدموا به، ولكن برشا نسى يعني ناقصنا شوية، يحبوا نزيدوا باش نزيدوا نخدموا برشا معانا. بالإضافة لاعتباره فرصة هامة للترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية، يعتبر هذا المعرض مناسبة لتبادل الخبرات والالتقاء الحرفيين من مختلف جهات الجمهورية. سجلنا مشاركة 24 ولاية، معنا 100% من ولايات الجمهورية، عدد العارضين في حدود 200 عارض، ممكن يتجاوز خاطر إلى حد الآن ما تمش ضبط العدد بصفة نهائية. جميع اختصاصات الصناعات التقليدية موجودة. يعتبر المعرض الوطني للصناعات التقليدية بولاية زغوان مناسبة للتشجيع على السياحة داخل المنطقة، بالإضافة إلى كونه فرصة لإحياء منتوجات الصناعات التقليدية بهذه الجهة.